بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، طلبة الصف الأول الإعدادي، إزيكم يا أبنائي؟ عامل إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة يا أولاد هنحل اختبار تراكمي من كراسة التقويم المستمر في المعاصر، اختبار تراكمي حتى الوحدة الثالثة صفحة 50. نشوف مع بعض السؤال الأول، المجموعة الأولى. رقم واحد: إذا كان سعر التليفون المحمول في أحد المتاجر 15500 جنيه، تم تخفيض سعره بمعدل 7%، فكم يكون سعره بعد التخفيض؟ طيب، أول خطوة هنجيب قيمة التخفيض الأول، يعني هنشوف خفض من ثمنه كام؟ يبقى أكتب قيمة التخفيض. ده بجيبها إزاي؟ بجيب النسبة المئوية أضربها في المبلغ الكلي اللي هو 15500، يعني أقول له 7% في 15500. خد بالك دي نسبة مئوية، نسبة حدوتها الثانية، يطلع الناتج 1085 جنيه. ده قيمة التخفيض، يعني خفضنا المبلغ ده. طيب بعد كده المبلغ يبقى كام بقى اللي هيدفعه؟ سعر المنتج أو سعر التليفون هيبقى بكام بعد ما يبقى فيه تخفيض؟ هنقص المبلغ ده من ثمن التليفون، يبقى أقول له الثمن بعد الخصم أو التخفيض، أكتب العدد 15500، المبلغ كله ناقص الناتج اللي طلع يطلع 14415. يعني إجابتك تبقى ج. السؤال رقم 2: ما هو الوسيط للأعداد؟ الوسيط للأعداد هو العدد الذي يقسم الأعداد إلى مجموعتين متساويتين بعد ترتيبهم تصاعدي أو تنازلي. يبقى أنا هنزل الأرقام 3، 5، عندي 12، 3، 5، 12، 14، 17، 18. اللي في النص مين؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. هما 6 أرقام، يبقى في عددين في النص أهم. رتبة الوسيط الثالث والرابع، دي رتبته. طب قيمته تقوم جايب ال 12 زائد 14 وتقسمها على 2، يبقى مجموعهم هنا 26 قسمة 2 فيها 13، يبقى ده الوسيط. يبقى الوسيط قيمته بيساوي 13. سؤال رقم 3: إذا كان الطول في الرسم 4 سنتيمتر والطول الحقيقي 12 متر، فما مقياس الرسم؟ مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي، وهو نسبة، يجب أن يكون حدين نسبة من نفس النوع. الطول في الرسم كان 4 سنتيمتر والطول الحقيقي 12 متر، هنا هنحول من المتر للسنتيمتر نضرب في 100، تبقى هنا 1200 وهنا 4، يبقى أنا حولت من المتر للسنتيمتر عشان يكون حدين نسبة من نفس النوع. بعد كده بقسم العددين اللي عندي على 4، اللي هو العامل المشترك الأعلى للعددين، هقسم هنا على 4 وهنا على 4، يبقى النسبة 1 إلى 300. دي النسبة اللي عندي لمقياس الرسم 1 إلى 300، إجابتك ج. السؤال اللي بعده رقم 3، رقم 4، هنا بيقول لي: إذا كان الوسط الحسابي لدرجة مجدي خلال 4 اختبارات هي 16، فما هي الدرجة التي يجب على مجدي الحصول عليها في الاختبار الخامس ليكون متوسطه على الاختبار كله 18 درجة؟ طيب هو جاب لك المتوسط 18، وأنت عارف إن هما أربع مواد، الوسط الحسابي مجموع القيم على عددها. طيب هما عددهم كام؟ هو امتحن في 4 امتحانات مجموعهم 16، ده 16 درجة مجموع 4 امتحانات. الدرجة التي يجب أن يحصل عليها في الاختبار الخامس، أعملها إكس، ليكون عدد المواد 5 حتى يكون متوسطه 18. يبقى في الحالة دي يا أولاد أنا عندي هنا 5 معلومات، أو 5 درجات، درجة الامتحان الأول والتاني والتالت والرابع مجموعهم 16، ودرجة الامتحان الخامس عملتها إكس، أصبح عدد القيم الموجودة 5. لما نجمع ال5 قيم على عددهم هيديني الوسط الحسابي اللي هو 18. أعملها طرفين في وسطين، يبقى الوسط الحسابي اللي هو الإكس بار ب 18 مجموع القيم على عددها، هما خدوهم 5
لما لمست مادة الدرجة الخامسة بـ إكس، فهضرب 5 في 18 ب 90 هتساوي 16 زي الإكس. تمام؟ بعد كده نقدر إن إحنا نجيب إذا كان الوسط الحسابي بدرجات مجدي خلال 4 اختبارات هو 16، فما هي الدرجة التي يجب على مجدي الحصول عليها في الاختبار الخامس ليكون متوسطه عن الاختبار كله 18 درجة؟ بس إحنا لازم نجيب مجموع ال4 امتحانات كام عن طريق القانون اللي هو الوسط الحسابي. يقول مجموع الدرجات على عدد مجموع درجات ال4 مواد، مجموع درجات 4 مواد على عددهم اللي هو 4. هو بيقول لك بقى الوسط الحسابي مجموع درجات 4 مواد كان 16، يبقى انت تقدر تجيب مجموع الدرجات الأربعة 4 مواد، تقول له 4 في 16 ب 64، يبقى ال 64 دي مجموع درجات 4 مواد. تمام كده؟ يبقى انت عرفت ان 4 مواد مجموعهم 64. طيب هو بيقول لك المادة الخامسة هتبقى درجتها بكام عشان يكون المتوسط كله ب 18؟ طيب يبقى انت هتستخدم القانون بقى التاني اللي هو الوسط الحسابي، مجموع الدرجات كلها على عددهم، بس ايه هيبقوا 5 بقى بدل ما يبقوا 4. يبقى تقول له هنا الوسط الحسابي الجديد بقى اللي هو يبقى كام؟ 18، هيتغير في حالة لما ازود مادة جديدة. انا هزود مادة جديدة اسمها اكس، ماشي؟ هزود مادة جديدة اسمها ايه؟ اسمها اكس. طب مجموع ال4 مواد اللي فاتوا كان 64، يبقى هنا 4 مواد. افهم، بص، 4 مواد ومادة يبقى 5 مواد. يبقى الوسط الحسابي الجديد لما ازود مادة على 4 مواد هيديني كام؟ 18. يبقى 4 مواد ومادة يبقى 5 مواد، يبقى اكس زائد 64 على 5 بيساوي 18. يعني 5 في 18 ب 90، اعملها طرفين في وسطين عشان اعرف المادة الخامسة درجتها بكام. يعني هنا مجموع ال5 درجات، هنا 4 درجات وهنا درجة. 5 في 18 ب 90، يبقى 90 بتساوي اكس زائد 64، يبقى الاكس بيساوي اقول 10 ناقص 4 ب 6، والسبعة التسعة هتبقى 8، 8 ناقص 6 ب 2. تمام؟ يبقى الناتج ب 26، يبقى درجته في المادة الخامسة هتبقى كام درجة؟ 26 درجة، دي الدرجة اللي يحصل عليها في المادة إن إيه؟ رقم 5. شايفين كده يا ولاد؟ واضح الكلام؟ يبقى أول خطوة استفدت إن أنت كان عندك 4 مواد المتوسط الحسابي اليوم 16، جبت مجموعهم 4 في 16 ب 64. جبت الوسط الحسابي باقي المواد كلها اللي هما 5 مواد، مجموع ال5 مواد المادة الخامسة زائد مجموع ال4 مواد على عددهم يساوي 18، وعملت طرفين في وسطين وطلعت الاكس اللي هي درجة المادة الرقم 5 تطلع ب 26 درجة، درجة في الامتحان 26 درجة. السؤال اللي بعده رقم 5، أبسط صورة للمقدار الجبري A زائد A زائد B زائد B، يعني عندك 2A زائد 2B، نجمع الحدود المتشابهة. السؤال رقم 6، المنوال هو القيمة الأكثر شيوعًا وتكرارًا، أكثر عدد مكرر، مفتاح الحل بيقول لك رقم العشرات موجود ورقم الأحاد موجود، يعني هتشوف أكتر رقم متكرر كام وتاخد معاه ساق. أكتر رقم هنا متكرر اللي هو 5 ولا 4؟ لأ، 8 متكررة كتير، بس دي 28، لأ أنت لازم نفس النوع. طيب في عددين، يعني 5 متكررة مرتين و4 مرتين، يعني عدد اللي هو تاخد بقى الساق اللي هي 3 ومعاه 4، يبقى 34 متكررة مرتين. عندك 4 وجنبها 5 متكررة مرتين، يعني 45 وال 34، يبقى عندك منوالين للمسألة اللي هي سؤال رقم 6، يبقى إجابتك هتبقى داري. سؤال 7، إذا كانت لمجموعة من البيانات مجموع حاصل ضرب اف في اكس بيساوي 1500 واكس بار اللي هو الوسط الحسابي كان ب 20، يوجد مجموع التكرارات، فأنت هتكتب القانون اللي هو مجموع اف في اكس على مجموع الاكس وتعوض. عندك الاكس بار كانت قيمتها ب 20، مجموع اف في اكس ب 1500 على مجموع التكرارات مجموع اكس، يبقى مجموع اكس بيساوي نقول 1500 على 20، هنشيل الصفر مع الصفر، 150 على الاثنين فهي 75، يبقى المجموع قايم 75 يا ولاد، يعني اجابتك ألف. السؤال رقم 7، السؤال
اللي بعده حبايبي صفحة 51 المجموعة الثانية، اختار الإجابة الصحيحة قبل المجموعة A والمجموعة B، وأنا عايز أجيب التقاطع بينهم يعني العناصر المشتركة بينهم. عندي هنا الثلاثة متكررة، يبقى إجابة الجيم التقاطع مقصود بيه العناصر الموجودة في A و B معا، مشترك بينهم ثلاثة. السؤال رقم 2، في حالة استبيان، في استبيان شمل مجموعة من الفتيات عن هواية عن يعني هواية واحدة تفضلها كما هو موضح من خط القطاعات الدائرية، ما الهواية التي تمارسها ربع البنات تقريبا؟ الربع اللي هو 90 درجة، فين الربع؟ اللي يقرب من الربع اللي هو بيقرب من 90 اللي هي السباحة، اللي هي 94 درجة يعني، يبقى نشاط عندي اللي هو السباحة. يبقى أول سؤال يبقى إجابتك إيه؟ السباحة. خلاص دي إجابتك جيم يعني، اللي هو السؤال معانا رقم 2 يعني. تمام، تعال نشوف السؤال رقم 3، ما المعكوس الجمعي لعدد سالب 16 على 33؟ المعكوس الجمعي يا أولاد معناه إن إحنا بنغير الإشارة، فتبقى موجب 16 على 33. طب العدد ده فين في الاختيارات؟ ما فيش إلا ده، بس ما فيش ده موجب، فتاخد جيم. طب عايز تتأكد اعملها على الآلة الحاسبة، اكتب 16 على 33 هتلاقي 16 متكررة. بص 16 قسمة 33 هتلاقي عدد إيه غير منتهي، اللي هو 48 48 48 48، صح؟ يبقى مش هينفع ناخد إيه جيم، يبقى جيم غلط. تمام، ده لان هو مش عامل ايه يا اولاد يعني، في موجب تاني اهو شوفوا اللي هو في الاول، ما هو ما خدناش بالنا منه اللي هو اول، هيبقى اجابتك الجيم دي غلط، تاخد اجابه الف اللي هو يبقى كام 48 دليل. تمام، يبقى السؤال رقم 3 لما تيجي تحله انت بتغير الاشاره، العدد ده مش موجود في الاختيارات، بتبص العدد الموجب اللي موجود، ما فيش الا ده او ده. طيب هتعملها ازاي؟ اللي هو 48 دقيقه لازم تستخدم الاله الحاسبه، تكتب 16 33 يديك 48 من 100. تمام، لان هنا ده ايه موجب، خلاص يبقى ده موجب وده موجب، قدامك جيم او الف يبقى جيم مش هتنفع يعني، لو عملناها الاحزمه ما طلعتش، يبقى تاخد الاجابه بتاعتك اللي هي ايه الف الصح. سؤال رقم 4، عند تمثيل الجدول المقابل بمخطط القطاعات الدائريه، فما مقياس الزاويه المركزيه التي تمثل او تقابل قطاع القهوه؟ القهوه يا اولاد كان عدد الاشخاص اللي بيفضلوا القهوه 150. طيب العدد الكلي هتجمع 150 و350 و100، 150 عشان تحولها لزاوية مركزية تضرب في كام؟ في 360. كمل، يبقى 150 على مجموع المقام صفر، وهنا صفر وخمسة وخمسة عشرة، صفر واربعة بالواحد، اتنين تلاتة خمسة، خمسة واحد ستة، يبقى 15. طبعا هشيل صفر مع الصفر، 15 على 15 في الواحد، 60 على 15 في الأربعة، 36 على 4 في 9، يبقى الناتج هيطلع ايه؟ 9، بس في صفر معانا ناقص. نشيلنا صفر مع صفر، في صفر كان معايا فوق هنا ناقص بتاع 150 ما كتبتوش، يبقى هنا 90 درجة، يبقى الزاوية تطلع كام؟ 90 درجة، أو اكتبها على الآلة الحاسبة يطلع لك الناتج 90 درجة، اللي هي الإجابة به يعني. سؤال رقم 5، من المخطط الصندوقي المقابل أوجد المدى، المدى بنجيب أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، أكبر قيمة عندي هنا 45 وأصغر قيمة اللي هي 25، هنطرحهم من بعض تديني إيه؟ 20، ده المدى. سؤال رقم 6، بيقول لي غاص دولفين من سطح الماء إلى عمق 3.25 متر، دولفين غاص من سطح المية لتحت نزل لعمق 3.25 متر، ثم غاص أيضا مسافة تانية 2.5 متر، أي مما يأتي لا يعبر عن موقع الدلفين بالنسبة لسطح الماء؟ موقع الدلفين ممكن تكتبه كذا صورة، ممكن تقول سالب 3.25 وسالب 2.5، أو ممكن تقول سالب وتفتح قوس كبير تقول له 2.25 زائد 2.5، صح؟ طيب ممكن برضه تاخد السالب 3.25 زائد وتضيف عليها سالب 2.5، لكن مش ممكن ان انت تاخد الاجابه بتاعتك اللي فيها قيمه مطلقه به، يبقى ده غلط، ما ينفعش اجيب قيمه مطلقه لان ده عدد يطلع المفروض بالسالب ما يبقاش موجب، يبقى اجابتك به، هو عايز الحل اللي مش هينفع تاخد اجابتك به. طيب تعال نشوف السؤال رقم 7، تجتاز سارة 5 اختبارات الدرجة العظمى لكل منها 100 درجة،
فإذا كانت درجاتها في الثلاثة اختبارات 94 و100 و81 94 و88 و81، فما أقل درجة يمكن أن تحصل عليها في أحد الاختبارين للحصول على متوسط 83 درجة في الاختبارات الخمسة. طيب، هي سارة تختار تجتاز 5 اختبارات، الدرجة العظمى كل واحدة 100 درجة، تمام؟ دي معلومة تبقى عارفها. إذا كانت درجاتها في 3 اختبارات اللي هي 94، والدرجة التانية 88، والدرجة التالتة 81، ما أقل درجة يمكن أن تحصل عليها في الاختبارين الآخرين اللي هما 5، هتعمل هنا إكس وهنا واي، تمام؟ يبقى 1 2 3 4 5، تمام؟ عشان يكون المتوسط 83، عملت إيه دلوقتي يا ولاد؟ جمعت الخمس درجاتها، 5 درجات سارة في 5 امتحانات على عدد الامتحانات، وقلت بيساوي الناتج كام؟ 83 المتوسط. فأنا عايز أعرف مش إكس زائد واي بكام بقى، ده أنا عايز أشوف إيه؟ عايز أشوف أقل درجة يمكن أن تحصل عليها في أحد الاختبارين اللي هما الإكس والواي دول عشان يكون المتوسط بكام؟ ب83. طيب، هو قال لك معلومة في الأول، بيقول لك إن الإكس زائد الواي أو الدرجة العظمى للمادة الواحدة 100، يعني ما ينفعش تعدي ال 100. يبقى أنت أول خطوة هتجيب إكس زائد واي، مجموع إيه؟ الدرجتين اللي هي حصلت عليهم بكام؟ وتشوف لو واحدة جابت فيهم 100 التانية تبقى بكام؟ فهمتني؟ حاول بس تركز كده، أنت هتحلها عادي. هتجمع درجات الخمس مواد على عددهم بيساوي 83، وتعمل طرفين في وسطين وتصفي مسألتك وتطلع الإكس زائد واي بكام اللي هي مجموع الدرجتين. تعال ننفذ الخطة دي. هو 3 في 5 ب 15، 5 معايا ل 1، 5 ب 2 ب 40، 1 ب 41، يطلع معايا 415. 4 زائد 8 12، 1 13، 3 ونطلع بال1 على 9 تبقى 10، 10 و8 18، 18 و8 26، تمام؟ زائد اكس زائد واي اللي هم الدرجات في المادتين. هنعدي 263 نطرحها، يبقى مجموع المادتين بيساوي الفرق بينهم 5 ناقص 3 ب 2، 11 ناقص 6 ب 5، و3 ناقص 2 ب 1. طيب، لما يكون مجموع المادتين 152، اقل درجه هتحصل عليها كام؟ ما هي الماده الاولانيه ممكن انها تحصل عليها ايه؟ 100، صح؟ هتقفلها، فالدرجه الثانيه تبقى ايه؟ تبقى 52 درجه. يعني سؤال هيبقى الاجابه ب، انت فاهم؟ افرض مثلا هي قفلت من الماده 100، جابت الدرجه النهائيه، يبقى اقل درجه هتحصل عليها هنا كام؟ 52، ده اقل درجه، لان اقل درجه لما تضاف على 100 تديك 152. فهمت؟ انت فرضت ان هي جابت الدرجه النهائيه في الماده ايه؟ الاولانيه، معلش انا مادتين، هتجيب 100 من 100 هنا، يبقى اقل درجه هتحصل عليها كام؟ 52 هنا، لان من المجموع 152. وصلت الفكره ولا لا؟ حاول تفهم شويه، انت عندك مجموع المادتين 152 درجه. افرض ان هي قفلت درجه، هي عايز اقل درجه تحصل عليها. اقل درجه تحصل عليها هنا كام؟ 50، ده لو هي قفلت ال 100. تمام؟ يبقى دي اقل درجه تحصل عليها. وصلت الفكره؟ لو هي مثلا هنا قالت 51 يبقى هنا 101 ما ينفعش. لو قالت هنا 50 الدرجه هنا تبقى 102 ما ينفعش، فلازم تجيب يعني المجموع المادتين يبقى 152. فما ينفعش الماده تبقى ايه 101، لا هي الدرجه 100، فانت دي بتقفل، افرض ان هي قفلت الدرجه العظمى هنا، يبقى اقل درجه تحصل عليها 52 اللي هي الاجابه ب. حاول بس تفهمها. خلاص، السؤال اللي بعده، المجموعه الثانيه عايز من الجدول المقابل الوسط الحسابي لعدد الدقائق. طيب، هو عايز ام يعني يا اولاد اللي هي الاف. طب انت تجيب اف. طيب، نقرا المساله مع بعض. الجدول الاتي يبين عدد الدقائق التي يقضيها مجموعه من الاشخاص في محادثات تليفونيه. اوجد عدد الاشخاص التي يتحدثون 5 دقائق، علما بان الوسط الحسابي لعدد الدقائق 5 دقائق وايه؟ و9 ثواني، او 5.9 دقيقة. طيب، انت تقدر تجيب الام الاول. طب تجيب الام ازاي؟ هو ما قالكش مجموع الطلبه بكام، فانت لازم تعمل جدول، تمام، وتحل المساله عاديه. انما لو هو كان جايب لك بقى مجموع التكرارات بكام، كنا جمعنا الصف الثاني ده كله مع بعضه وطرحناه من المجموع. لكن هو هنا ما عملش كده، لا، جاب خلاف التوقعات خالص. يعني مساله جاب لي فيها الام ناقصه ونجيبها من الجدول ان احنا نحلها معادلات، يعني فهمتني هنعمل ايه؟ هنشتغل عادي خالص ونحل المسألة ونكتب القانون ونعوض فيه ونعمل معادلة ونطلع قيمة الام. ركز معايا، أول خطوة نبني الجدول مع بعض يا أولاد. يلا نعمل 3 أعمدة كده زي ما احنا شطار وفاهمين أهو أهو، تمام. دي مسألة برضو غير تقليدية، ما جاتش قبل كده في الأفكار.
اكس والاف وانا اف في اكس، تمام. هنا 4 وهنا 5. عشان كده لما نيجي نحل مسألة زي دي لازم نشوف الجدول اللي تحت. احنا عارف متعودين دايما بيجيب مجموعهم، لكن هنا ما جابش مجموعهم. خلاص، فانت نقلت البيانات بتاعتك، تنقل هي البيانات 22 ام 36 وهنا 20 وهنا 12. اضرب بقى 4 في 22 ب 88، 5 في ام ب 5 ام، شايف 5 في ام 5 ام اهي، 6 في 36 ب 216، 7 في 20 ب 140، 8 في 12 ب 96، تمام. هتقوم جايب المجموع كله، القيم اللي هنا بما فيهم الام، يبقى هنا 22 و36 و20 و12، هيطلع معايا 90 زائد ام، يبقى المجموع هنا 90 زائد ام، تمام. مجموع بقى اف في اكس كله هنجمع 88 و216 و140 و96 زائد 5 ام، يطلع 540 زائد 5 ام، تمام. يبقى 540 زائد 5 ام. فهمتوا كده يا ولاد؟ يبقى انت جبت مجموع الاف في اكس ومجموع ايه الاف. بعد كده هنعمل ايه؟ نكتب القانون بقى بتاعنا اللي هو الاكس بار يساوي مجموع الاف في الاكس على مجموع الاكس. الاكس بار بيقول لي لما يكون 5.9، 5.9 بتساوي مجموع الاف في الاكس، انت جبتها 540 زائد 45، وتحت مجموع التكرارات 90 زائد ام. هنعمل طرفين في وسطين ونصفي المسألة، 1 في 540 دي زائد 45 ام، شايفين كده يا ولاد؟ مركزين؟ اضرب بقى 90 في 5.9، يعني الصفر يوقع العلامة، 9 في 9 ب 81، 1 ومعاه 8، 5 في 9 ب 45، 45 نزود عليهم 8 يبقى 53، ونقول 5.9 في ام. بعد كده نضرب 1 في 540 زائد 45 ام، بقت معادلة يا ولاد. هنودي العدد بعكس الإشارة، يعني 540 وهنا العدد، نعدل هنا كام؟ 45 ام، ماشي. نعدل العدد اللي اتطرح من هنا والعدد اللي اتطرح من هنا، خلاص. يعني تبقى 5.9 ام، دي كانت 4.5 ولا 45؟ هعملها تاني هنا عشان تبقى الخط واضح. نكتب المعادلة بتاعتنا، 45 زائد 5 ام على 90 زائد ام بتساوي 5.9. نعمل طرفين في وسطين، 90 تتضرب في العدد طلعناها 531 ام، وهنا 5.9 ام. نضرب 1 في 540 ب 540، 1 دي 5 ام مش 45، هي كانت 5 ام، تمام. خلاص، بعد كده بقى نعملها معادلة عادية، الخمسة ام تطرح من 5.9 ام يبقى 9.10 ام، ونعدل 531 نطرحها ب 540 بقى 9. كده خربنا نخلصها يا ولاد. اقسم على 9.10 يبقى الام تساوي 9 على 9.10، يعني تبقى 90 على 9، يعني الام بتساوي 10. رقم 2، قسم مبلغ قدره 9600 جنيه على 3 أشخاص بنسبة 4 إلى 5 إلى 6، يبقى أنا هجيب مجموع الأجزاء اللي عندي، 4 زائد 5 زائد 9 و6 15، هنا المجموع للأجزاء، وأكتب المبلغ كله هو 9600، وأجيب قيمة الجزء الواحد 9600 على إيه؟ على 15. يديني الناتج كام؟ 600. ده قيمة الجزء الواحد بكام؟ 600 جنيه. نجيب بقى نصيب الأول والثاني والثالث. هنا الأول
الثاني الثالث ونصيب الأول أم ضارب 4 600 ب 2400 جنيه، نصيب الثاني 5 600 3000 جنيه، نصيب الثالث هنضرب الثاني خلاص طلعناه، السادس 6 في 600 هنزل صفرين هنا قسمنا 9600 على 15 اديني المبلغ 9600 على 15 اديني كام؟ 600 جنيه. النسبة كانت 4 إلى 5 إلى 6. تسعة آلاف وستمية على ال 15 أنا كاتبها 16. نوجد نصيب الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى المجموع. عندي هنا المبلغ هيتوزع بنسبة 4 إلى 5 إلى 6، مجموعهم 15. نكتب المبلغ 9600 جنيه، يبقى لازم أقسم 9600 على إيه؟ على ال 15 عشان أجيب قيمة الجزء الواحد. هقسم 9600 على 15، 9600 على 15 تديني 640. بعد كده لما أجيب نصيب الأول أقول له الأول هياخد 4 أجزاء، يبقى 4 في 640، 4 في 0 في 0، وال4 في 4 16، 6 ومعايا 1، 4 في 6 ب 24، 1 في 25، يبقى 2560 جنيه. نجيب بعد كده النصيب الثاني بنفس الفكرة، قيمة الجزء الواحد في عدد الأجزاء، يبقى أقول له هنا 5 في 640 اديني 3200 جنيه. تالت اضرب 6 في 640 3840. تمام. السؤال اللي بعده رقم 3 بيقول لي يوضح الجدول الآتي، مجموعة من رواتب الموظفين بالجنيه في شركة ما، أكد صاحب الشركة أن متوسط رواتب الموظفين هو 6500 جنيه. وضح لماذا يكون متوسط رواتب الموظفين مظلم. بص كده يا حبيبي، هو جه ضاف المرتب بتاعه هو الأول معاهم، لا ما ينفعش أنت بتجيب مرتبات الموظفين. تمام، ده يعطي انطباع، يبقى المفروض هنا كان يستخدم الوسيط، ما ينفعش إن هو يستخدم إيه؟ الوسط الحسابي، لأن لو أنت جيت تحسب الوسط الحسابي للقيم كلها ده 6500، يبقى اقول هنا صاحب الشركة استخدم الوسط الحسابي لقياس متوسط الرواتب في الشركة، وهذا مقياس مضلل، لأن هناك قيمة متطرفة 25000 جنيه مما يعطي انطباعا عن الرواتب مخالف للواقع، لكن من الأفضل أن يستخدم الوسيط. لو كان استخدم الوسيط يا أولاد كان هياخد المرتبات دي يرتبها ترتيب تصاعدي وياخد القيمة اللي في النص. كان عندك 2000 2500 2500 3000 4500 متوسط المرتبات هيبقى 2500 جنيه باستخدام الوسيط ده متوسط الوقت. يبقى هو اخطا لانه ضاف مرتب كبير جدا اللي هو مرتب الموظف الاول 25000 الى مرتبات الموظفين، وهذا ليس عادلا. تمام، يبقى ده مضلل، يبقى صاحب الشركه استخدم وسط حسابي لقياس متوسط الرواتب في الشركه، وهذا مقياس مضلل. ليه؟ لان هناك قيمه متطرفه. سؤال رقم 4، اوجد مجموعه حل المعادله في الأعداد النسبية كيو. عندي هنا 4 مضروبة في x ناقص 3 بتساوي 2 في x زائد 4. هنا هوزع 4
في إكس بأربعة إكس، وأربعة في تلاتة باتناشر، واتنين في إكس باتنين إكس، واتنين في أربعة بتمانية. أعدل اتنين إكس نطرحها من أربعة إكس يبقى إيه؟ اتنين إكس، والسالب اتناشر تبقى اتناشر زائد تمانية بعشرين. نقسم بعد كده على اتنين تطلع الإكس بإيه؟ بعشرة، بتنتمي للأعداد النسبية. يعني مجموعة الحالة تبقى بكام؟ بعشرة. تمام؟ دي مجموعة حال المعادلة. السؤال اللي بعده رقم خمسة، يوضح الجدول التالي عدد ساعات المذاكرة الأسبوعية لكل مادة دراسية، أوجب أو مثل تلك البيانات بالقطاعات الدائرية. أول خطوة يا ولاد عشان أجيب قياس الزاوية المركزية لكل قطاع لازم أجيب مجموع عدد الساعات كلها وأقسم الجزء على الكل في 100 كل في 100. يبقى أول مادة هجيبها قياس الزاوية المركزية، المركزية لقطاع اللغة العربية، اللغة العربية عندي 8 على مجموع كله، هجمع 8 زائد 5 13 و11 24 و36 و6 36 في 360، نطلع الناتج 80 درجة. بعد كده بجيب قياس الزاوية المركزية لقطاع مادة العلوم، العلوم عندي 5 على 30 في 360، نشيل صفر مع الصفر، 12 في 5 ب 60، العلوم دي كانت 36، يبقى هنا 10، 10 في 5 ب 50. اكتب معايا الزاوية المركزية لقطاع مادة الرياضيات، الرياضيات كانت 11 على 36 في 360 يعني 110 درجة. الإنجليزي ستة على 36 في 360 تبقى كام؟ 60 درجة. والدراسات برضه تبقى زيها 60 درجة. لما نيجي نرسمها بقى يا ولاد بتعمل دايرة، تيجي ترسم دايرة كده نص قطرها 5 سنتي أو 4، وتجيب الزاوية المركزية لكل قطاع. أول قطاع 80 درجة، تيجي بالصفر لحد 80 بالمنقلة. الزاوية اللي بعدها 50 درجة، تيجي برضو من هنا من الصفر وتعد لحد 50. الرياضيات 110 هنا، والمادة التانية الإنجليزي كانت عندك 60 والدراسات 60. تكتب كل مادة جواها.